سنابل زراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب. قرأت كتابا ذلك اليوم تحت عنوان لماذا نتزوج، كتاب به قرابة 300 صفحة، ولكن لو طلبت مني الآن أن أقوم بتلخيص هذا الكتاب في جملة واحدة بحيث هذه الجملة تكون دقيقة وتغنيك ربما عن قراءة الكتاب كامل، أقول نحن نتزوج لكي نحافظ على البشرية. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كنت ذلك اليوم أجلس مع مجموعة من الأصدقاء في إحدى الأماكن العامة، تعرفون بعد يوم طويل يعني لابد من سهرة مسائية مع الشباب، فقال أحد الزملاء والذي له أكثر من سنة ونصف يعمل لكي يجمع المال ليطلب يد فتاة، قال ساخرا يعني لماذا لا تطلب الفتيات يد الشباب للزواج؟ لا أرى مانع في ذلك. فأجاب الآخر عليه قائلا يعني من ناحية علمية الهرمونات السيروتونية عند الذكور أكثر من الإناث، لذلك الذكور هم يتقدمون للإناث، ولكنني لا أعلم عن هرموناتك. كانت الجلسة بمثابة قصف للجبهات، ولكن الأهم أنها فتحت لنا باب للتفكر حول موضوع اليوم، وهو عن تلك الفطرة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في أجسادنا، الشهوة، والتي جاء نصها كما هو في القرآن الكريم في سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الشهوة أحبتي في الله هي ميل ورغبة، كلما حاولت إشباعها طلبت المزيد، ولا أقصد هنا فقط الشهوة الجنسية، فالشهوة تندرج تحت أمور كثيرة مثل شهوة الأكل، شهوة النوم، الشهوة الروحية مثلا. كل هذه الأمور تندرج تحت مفهوم الشهوة التي بدونها لا يوجد إنسان أساسا، فكيف سيكون هناك إنسان مثلا بعدم وجود الشهوة، وبالتالي لن يتزوج الناس ولم يتكاثر، وبالتالي فناء البشرية. كيف سيكون هناك إنسان ولا يوجد شهوة النوم؟ سيموت الناس كلهم أرقا، صحيح، ولكن حال هذه الشهوات حال أمور كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى بنا، بحال أحسننا استغلالها سلمنا وضمننا الجنة، والعكس صحيح. الفكرة التي أريد أن نصل لها في نهاية هذا المقطع هو أن نفهم هذه الفطرة التي وهبنا الله إياها، ونتعلم كيف نتحكم بها لنصل إلى ما يسمى بالاتزان. فإذا جئنا مثلا على الشهوة الجنسية وقلنا لا نريد أن تكون في حياتنا، هي تصرفنا عن أمور كثيرة، تصرفنا عن عبادة الله عز وجل، تبعدنا عن التقوى والورع في الدنيا كما تفعل المسيحية الآن، فالرهبان يمنع عليهم الزواج، فتجد على الطرف الآخر عدم الاتزان بهم، وتجد الكثير من التجاوزات التي تحدث مع الرهبان في الزنا والعياذ بالله، والمحاكم تشهد على وقائع كثيرة مثل ذلك. كيف نكون أشخاص متزنين؟ فما أكثر الغير متزنين، دعنا نقول الذين لا يستطيعون التحكم في شهواتهم، وبالتالي عدم قدرتهم على التحكم في أفعالهم وحياتهم، فتجد أن حياته بلا معنى، فهو كالأنعام يأكل ويشرب وينام، منكب على شهواته، متى ما أراد أن يعصي الله عصاه دون خوف أو تفكير. مثلا تجده لا يستطيع أن يستيقظ باكرا، لا يستطيع أن يقوم بمسؤولياته، يفعل فقط ما تمليه عليه شهوته، والكسل والمماطلة وقلة الهمة أهم أعراض هؤلاء الفئة من الناس. فيا صديقي لا تحزن، لا تحزن إن كنت منهم، ما دمت منكر ذلك على نفسك وترغب بالتغيير والتوبة لواقع أكثر إشراقا بإذن الله. أحبتي في الله، لو سألنا الآن أي شاب مقصر منساق خلف شهواته سيخبرك عن ثلاث أمور تقتل شبابه وتقتل توفيقه: شهوته الجنسية والأكل وشهوة النوم. فإذا ما اجتمع عدم القدرة على التحكم في هذه الشهوات الثلاث في شاب ما، تجده أصبح بلا هوية وبلا هدف، فهو لا يعرف ماذا يريد في الحياة، وإذا عرف لا يحسن الوصول إلى أهدافه، فهو لا يتقي الله في خلواته، فكيف سيصل إلى أهدافه ناهيك عن تحقيقها؟ الله المستعان. في كتاب الرجل والمرأة أيهما الجنس الأضعف للكاتب هوتر، يوضح الكاتب الأمور التي تزيد الشهوة الجنسية وتقللها، أهمها المحفزات البصرية كما تعلمون، ثم عوامل أخرى مثل العوامل النفسية، الحالة الطبية، التعب، الإجهاد والضغوط البيئية، ولكن أهم ما لفت انتباهي في هذا الكتاب حول الأمور التي تزيد الشهوة الجنسية لدى الإنسان هي الطقس. جاء في الكتاب أن الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة لها تأثير مباشر على زيادة الشهوة، فارتفاع حرارة الجو تزيد تلك الفطرة، لذلك ربما نجد أن الزواج أو الأعراس وحفلات الزواج تكون أكثر شيء في الصيف يعني. الله أعلم يعني. وهذا تحدي لمن يعيش في البلاد العربية، هذا درجات الحرارة لدينا مرتفعة، فالله سبحانه وتعالى خلقنا ووضعنا في هذه البيئة وهو أعلم بها، لذلك فهذا الأمر يزيد التحدي علينا في التحكم في هذه الفطرة، وبالتالي الأجر أيضا يزيد. قد يسأل أحدكم الآن أحبتي في الله، قد يقول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه الشهوة ووضعها في أجسادنا بالرغم من صعوبة التحكم فيها؟ سنقول ببساطة لأنها متاع الحياة الدنيا. على المستوى الشخصي وجدت أن قراءة القرآن بشكل يومي أهم مهذب للنفس وأهم عامل في تعلم كيفية التحكم في شهواتك. استلهمت هذه الفكرة من صديق لي، لأنه كما تعلمون يصبح أحيانا صعوبة على المرء في المداومة على قراءة القرآن بشكل يومي، خصوصا مع وجود انشغالاته الدنيوية الفانية. فقام هذا الصديق حفظه الله بعمل مجموعة على الواتساب، ويقوم برفع وتحميل الورد اليومي عليها بشكل يومي، ويطلب من باقي أعضاء المجموعة أن تكتب كلمة تم في حالة قرأ ذلك الورد في ذلك اليوم. فأصبحت الشباب تقرأ بكل سهولة لأن الهواتف دائما بأيديها، وأصبحت تخجل من أنفسها في حال لم تكتب تم في ذلك اليوم، وأصبح الشاب يخجل من نفسه في حال
الكتب تم ولم يقرأ ذلك البرد. فكانت فكرة صراحة ذكية، فاستلهمنا هذه الفكرة من ذلك الصديق جزاه الله خيرا، ونريد أن نقوم بتطبيقها في قناتنا المتواضعة. ما رأيكم؟ سأضع لكم في الوصف إن شاء الله رابط لمجموعة فيسبوك قمت بإنشائها، سنقوم من خلال هذه المجموعة بنشر الورد اليومي، وبعد قراءة ذلك الورد كل شخص فيكم يكتب كلمة تم في التعليقات، وهكذا إلى أن نختم القرآن الكريم. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله بدون